السلام عليكم خالتي، صحة فطوركم وصحة رمضانكم. فيديو جديدة كالعادة اللي نهضروا فيها على الفوتبول، نهضروا فيها على سورتو على لي جوار تاع ليكيب ناسيونال تاعنا ولا على الفريق الوطني. السوجي تاع اليوم على بالكم الماتش تاع ليكيب ناسيونال تاعنا كونتر بوليفيا في اطار الدورة الودية اللي راهي تنظمها الجزائر، واول خرجة تاع بيتكوفيتش اللي هي خرجة ناجحة فتاكش ليكيب ناسيونال تاعنا ربحت 3-2 بصعوبة خالتي، الواحد يقول صح بصعوبة بصح ربح خاوتي وعرف كيفاش يسير لي جوار تاعو. حبيت انا نمد رايي كالعاده، الا نتوما حبيتو تعطوني الراي تاعكم في الكومونتير تسمى مادا بينا. اون توكا درك نبداو نهضروا، نبدا بالنقطه الاولى وهي النقطه السوداء خاوتي، النقطه السوداء اللي هنايا هي اللي خسرنا رامي بن سبعيني بار بليسيور خاوتي في الدقيقه 18. كي تشوفوا الماتش بانت لي الإصابة شوية صعيبة، خاطرش شغل رجلو شغل كي حصلت في التيران وجنو ما دخلش الجنو تاعو من الدور. إن شاء الله برك ما تكونش إصابة صعيبة، ما شكيتوش يلعب الدوزيام ماتش على بالكم. وجوار كيما رامي بن سبعيني خاوتي، نص ليكيب خاوتي، ورامي بن سبعيني هو نص ليكيب. نفضل يخرج خاوتي كيما لعب يخرج بكارطون روج وما يخرج لناش من بليسي خاوتي. ان شاء الله برك الاصابه ما تكونش صعيبه بزاف، زيد عليها على بالكم بلي عندنا بليزيور بليسي خاوتي، بن ناصر، بوداوي، عوار اللي كان مريض، بالرحمه شويه بليسي، بصح هادو مازالهم في مع الفريق الوطني، ان شاء الله برك يعاودوا يرجعوا في اقرب وقت. هذه بيتكوفيتش، هذه النقطة السوداء. بهذه بيتكوفيتش مع كاع المشاكل اللي عنده تاع الإصابات ولا لي جوار اللي ما جاوش، عرف كيفاش يدير ليكيب تأقلم تسمى مع ليكيب، تأقلم مع ليكيب اللي عنده، ودار تسمى لا كومبوزون تاعو. شفنا في اللعب تاعو حب يدير البصمة تاعو، هذه باينة عنده شونتي جديد. لا بروف جاب دي جوار جدد اللي ما نعرفوهمش، ولا عاود رجع دي زونسيان جوار اللي ما كناش حاسبين نجيبوهم. ابراهيمي بالك كنا شاكين فيه، بصح واحد كيما بنزيما ما كنا مش عارف ما كناش نستناو ما يعيطلو، وعاد دي جوار اللي ما نعرفوهمش. انا واحد من كيما بكرار ولا حاج عيسى ولا كندوزي اللي عاود ولي دخلهم في الماتش. هنا راه يوري بلي راه حاب يمد تسمى لا شونس تاع كاع لي جوار والباب مفتوح. بون كاين دي جوار اللي عيط لهم ما كانوش في لا ليست كيما بلومي ولا بالرحمه ولا عوار، الباب مفتوح كيما يقول لك. بيتكوفيتش اللي كيما قلت لكم اون فا با لو جوجي في هذا الماتش باسكو سي البروم، هذا الماتش الاول تاعو مام الا خسروا ما نجيجيوهاش باسكو ما كفاولوش الوقت، كان عنده كان جوار مع لي جوار، كان دي جوار ما يعرفهمش فالبلاد ما يعرفهاش، تسمى مازال راهو راح يخدم على الطايله حتى الوقت ما عندناش خاوتي، خاطرش في جوان كاين تربص فالمقابلات التصفيات، وفي جوان راح يولوا دي جوار اللي كانوا مبليسين اللي لازم يتكل عليهم كيما بن ناصر بالك محرز خاوتي الله اعلم. فوالا اون توكا دروك نبدا نهضر ثاني على الماتش في هذا، هذيك حكايه واحده اخرى. شفنا اليوم الجزائر دارت ميطون بروميير ميطون هايله، بروميير ميطون هايله، دخلنا حنا كان عندنا الاستحواذ، لي زاتاك لي زاكسيون، حتى البروبليم تاعنا الثاني دانيير لا دانيير توش دو باك كالعاده في الدانيير اكسيون ما نلقاوش. مي بون اليوم طحنا مع ايكيب كانت دايره كادما، كانوا في 11 يلعبوا مزيان، كان عندنا واحد اسمه ابراهيمي خاوتي 34 سنه خاوتي، انت تقول عنده 24 سنه، اللعب كان يتلعب من الجهه في لاكوش يدريب لي يدخل ويكسر المير تاع لي جوار كلشي. لا بروف ما شفناش ما با شايبي ولا عطال في بروميير ميطون. بون حتى شايبي اليوم كان شويه ناقص مي تصرا، مي واحد كيما ابراهيمي صافي بليزير الواحد يشوفو. كان معاه كويري اللي دار ان بون ماتش تاني، كويري اللي كان حاضر سانسيرمون، وفي الدقيقة 43 اللي زاد ماركا البرومي بوت تاعو خاوتي مع الفريق الوطني. وشكون لي باسالو في ميسكو؟ ابراهيمي. ابراهيمي اللي كان كابيتان ديكيب خاوتي، ابراهيمي اللي كان كابيتان ديكيب. هادي بور لا بروميير ميطون خاوتي. بون كيما قلت لكم بروميير ميطون كانت لينا. بون مشكيت لي جوار تبعوا لي كونسين تاع لونترينور باسكو كانوا حاضرين، كانوا
كي لا باس ا 10 مور ما نهدرش تاكتيك حطيناها كان اللي هما لي زونترينر اللي يهضروا ولا المحللين. دوزيام ميتون خاوتي دوزيام ميتون كانت شويه صعيبه وكان فيها بزاف ديشي مع غير مع الدخله خاوتي غلطه كبيره تاع شكون ما ودي كان غير يا ربي ماشي هو ماندي اللي غلط دار غلطه كبيره وعطى لهم البيت تاع ليغاليزاسيون خاوتي. واش نقول لكم هذه اللي كتلتنا شويه حتى وشفنا في دوزيام ميتون قبل البيت لونترينور شو يسيي في الجوار اللي دخل بنزيه في بلاصه بون نجاح ما شفناش بزاف راطا برومي في اللقطه اللي نورمالمون ما يعطيهاش بون ان افونسون مي معليش ودخل عمورا في بلاصه الشايبي باه يمد تسمى الدم الجديد للفريق الوطني. كي عدلوا النتيجه بلوز او كانوا يلعبوا مليح هما ثاني دخلوا دوزيام ميطون باه يلعبوا ماشي باه يلعبوا جايين يلعبوا تورنوا باه تسمى يفوزوا خلقوا لنا مشاكل سانسامون دارونا واحد 20 مينوت مشاكل وزادونا الدوزيام بيت خاوتي زادونا الدوزيام بيت كان لي خاوتي في الدوزيام بيت هذا لي دخلنا الشك ما نكذبوش دخلنا كاع الشك. لونترينور باين عنده اون اكسبيريونس تم عاود دار لي رومبلاسون هو واش دخل جديد قال لي جوار جديد خاوتي دا ان ريسك مي هو عارف شنو يدير سي ان لونترينور ديكسبيريونس او عارف شنو يدير دخل بكرار حاج عيسى ومع زاد موراهم كندوسي خاوتي فرونشمون وهذه يعجبك خاوتي دار كوتشين مليح خاطر هادو ما دخلوش غير باه يقعدوا دخلوا وزادوا تسمى زادوا من عندهم عطاونا تسمى نفس جديد لا بروف بنزيا اللي ماركا البيت تاع ليغاليزاسيون كنا نسناو تسمى الماركي شكون اللي عطاهولو بكرار هاد الجوار الجديد اللي دخل بلاصون. وفي الدقيقه 94 حاجه اللي تعجب ماندي خالتي اللي ماركا البيت تاع لا فيكتوار اللي بحال الغلطه تاعو مزيه خالتي خاطرش واحد جوار كيما ماندي نتفكر توجور القرعه اللي كانوا يرموا فيها عليه مسكين في لاكوب دافريك ولا اللي كان شاد جيدو هكذاك اللي كان مع الصحافه وزاد دار هذيك الغلطه مزيه لماركا سانسيرمون ما يستاهلش حاجه كيما هذه نور لازم ندعموا داير الشعب نشكروا الشعب الجمهور الجزائري اللي كان يعيط على اسمه ماندي باه يرفد له المباراه فوالا انا بون نجمو نقولوا كويري ماركا البرومي بي تاعو حاجه تعجب باسكو السيد كان حاب يماركي كان حاب يفتح الكونتر تاعو الحمد لله او دار هذه تخليه المعنويات تاعو تزيد تطلع في المستقبل باس ديسيزيف من عند ابراهيمي نقولوا البصمه تاع بيتكوفيتش كاينه ابراهيم يرجع باس ديسيزيف وي باس ديسيزيف بنزيا خاوتي رجع هدف ان بوت و ان نوفو جوار باس ديسيزيف خاوتي حبيت نقول ثاني نشكر يعني خرجت من السيفي نشكر جون ميشيل اولاس لونسيان بريزيدون تاع ليون خاوتي ما نكذبوش قويري لو يلعب في غان بصح متخرج من المدرسه تاع ليون بنزيا ويلعب في اوزباكستان ولا ما عم يتخرج من ليون اللي ما يعرفوش بنزيا خاوتي هو تسمى ليون تخرج دائما تخرج دي جوار اجيري بن قويري اللي جديد بلوز او موان بصح بنزيا قديم من القدم تاع ليون و تسمى اللي راهو تسمى يلعب مع ليك ناسيونال الله بارك الله فيك سي اولاس وكثر لنا فهمت حتى ودرك ماهوش مع ليون باه يعود في عندكم برك نخرج على السوجي بنزيا مسكين اللي شفتوهم دائما داير بوند ودايرو كيما تاع بنزيما وصول جزائري خارج من ليون تاني داير بوندون بصح هو لا هو صرالو اكسيدون وتقطع له صبعو في ان اكسيدون فواتور برك هذه معلومه برك نعطيها لكم هذا ما كان خاوتي واش نقول لكم مازلنا دوزيام ماتش رانا مكلاسين برومي خطك جنوب افريقيا داروا ماتش نيل مع اوندور دوزيام ماتش تاني تاعنا مع جنوب افريقيا ان شاء الله تاني نربحو انا شكيت الخرجه الاولى تاع بيتكوفيتش كيما نقول لك خرجه مليحه دار ان ماتش دار ان باري نجمو نقولو دار ريهان بارابول لا كومبوزون تاع ليكيب شكيت دوزيام ماتش يبدل كلكو جوار خاوتي مي معظمهم يخليهم
مي بون دو فاسون اسكو يمد اون شونس لي جوار كاع اللي يلعبوا. اون توكا مبروك علينا خاطرك شوف دركا نجمو نطوي الصفحة تاع لاكوب دافريك الخسارات وكل شيء، ان شاء الله بركا يكملوا في هاد تسمى هاد المنوال خاوتين ليكيب ان شاء الله تعاودوا ليكيب كانت خاوتي تهلاو في روحكم. هاد سيتي جوست اون بيتيت فيديو برك باش نهضر على ليكيب ناسيونال تاعنا، منا وهاك نزيدو ندير لكم بطل فيديو. السلام عليكم.